اعتز بعلاقتنا الوثيقة بالنيجر الشقيقة، وهي دولة صديقة لمصر، وكما ذكرت تربطنا بها علاقات أخوية، ونعتز بهذه العلاقة. وأنا حريص شخصيا بطبيعة الحال أن يكون لدي تواصل شخصي مستمر مع أخي بكاري وزير خارجية النيجر. وهناك كما تعلمون روابط تاريخية وثقافية ودينية تربط بين بلدينا الشقيقين منذ مئات السنين، ومصر حريصة كل الحرص مثل النيجر الشقيقة على مزيد من دعم وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، إن كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو في مجالات التدريب ونقل الخبرات. أود أن أنتهز هذه المناسبة لكي نجدد خالص التعازي القلبية لشعب النيجر وحكومة النيجر الشقيقة في ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت النيجر وأدت إلى نزوح أكثر من 1,000,000 مواطن ومقتل المئات، وآملين في أن تخرج النيجر من هذه الأزمة. ونحن نجدد دعمنا الكامل للنيجر في مواجهة هذه الأزمة والكارثة الطبيعية. كما أيضا أود أن أسجل هنا دعم مصر الكامل لجمهورية النيجر في مكافحة الإرهاب. كما تعلمون أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي، الوضع هناك غير مستقر بشكل كامل، وهناك نشاط للجماعات الإرهابية، ولذلك مصر تدعم كافة دول منطقة الساحل وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه المنطقة، وعلى استعداد، وهي تقوم بالفعل بتقديم كل المساعدات، وإن كانت في مجالات المعدات أو التدريب لتمكين مؤسسات الدولة الوطنية في النيجر وفي مالي وفي بوركينا فاسو وفي أيضا الجابون لمساعدة هذه الدول على مكافحة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية، أخذا في الاعتبار الخبرة المتراكمة لدى الجانب المصري في مكافحة الإرهاب والنجاحات الكبيرة التي حققناها. ونقلت إلى أخي معالي الوزير التجربة المصرية التي قامت في المقام الأول على النهج الشامل في مكافحة الإرهاب، نهج يقوم على عدة أضلاع أهمها بطبيعة الحال الضلع الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستويات المعيشة، جنبا إلى جنب الضلع الأمني في مكافحة الإرهاب، جنبا إلى جنب الضلع الأهم من وجهة نظرنا وهو محاربة الفكر المتطرف والفكر المنحرف. وأخي معالي الوزير بكاري بعد انتهاء لقائي معه ستوجه إلى مشيخة الأزهر للتشرف بمقابلة فضيلة الإمام الأكبر، لأن الأزهر الشريف له دور هام جدا في مكافحة الإرهاب من خلال تدريب الآئمة، من خلال نشر الفكر السليم للإسلام المعتدل المتسامح الذي يقبل التعايش بطبيعة الحال، وليس الفكر المنحرف الذي اختطفته جماعات إجرامية وإرهابية تتخذ الدين ستارا لها.